طب يا جدعان، لعيبه الدوري الاسباني هتنزل بالليل ومفيش التيمت ومفيش اي حاجه يعني تدل على ان في التيمت ولا اي حاجه. في فينيسيوس جونيور هينزل بالليل وفي بلينجهام، ويعتبر احنا كده يعني ايه دول اقوى كارتين نزلوا وهينزلوا بالليل، وتقريبا معاهم كام كارت تاني كده حلو على الروقان منه هنشوفهم برده بالليل لما ينزلوا ونشوف دنيتهم ان شاء الله. تلاقوا فيديو بكره عنهم. بس بشكل عام يعني احنا عايزين نخلص الدوري الفرنسي ده بالنقاط اللي معانا دي. انا لعبت المهمات بتاعته كلها، يعني لو جالي ماسكرانو انا هبطل العب فيه، لان انا بحاول الفتره دي اهدي لعب من المهمات، لان اصلا المهمات معمول عشان خاطر ماسكرانو. يعني ما تقنعنيش ان انت كواحد عايز اللعب ال 94 الا لو انت كنت لسه بادئ اللعبه جديد. وحتى لاكازيت يعني مش الكارت الخارق، لا تصدق كارت خارق شكله جامد فشخ، وريني السمات بتاعه. لا والله جامد جامد والله، بس معدل جهد الدفاع مرتفع دي يعني وحشه، بس الكارت رهيب، كارت رهيب يا اسطى. لا لاكازيت يستاهل فجامد. بس بشكل عام يلا بينا نستحوذ على المكافآت. اللي مش عاملين لايك اعمل لايك، ومش اشترك في القناه اشترك، وقلع معانا الحكه. معلش بصور في اجواء ليليه، الدنيا حر، الدنيا نار هنا في الاوضه والله العظيم. فيلا بينا كده نستحوذ نشوف الدنيا. اول حاجه مش انا مش عارف انا بعمل ايه، انا عملت ايه، انا دوست اهو. طب ايه، طيب ماشي اهو. طب انا بعمل ايه؟ بتختار حاجه يعني، تختار احجيه من الاحجيه. ماشي يلا بينا يلا بينا، ورينا الاحجيه دي خدتنا الف. عيب والله عيب والله. طب ايه ده، ايه اللي رجعها كده تاني يعني؟ طيب ماشي نعمل كده برضو، نعمل كده. هو ماشي، هو تقريبا لازم والله ما عارف، هل بالحظ ممكن يدينا ماسكرانو ولا ايه. طب ماشي، يعني هو ممكن نكون عايز يعمل كرة كاملة طيب حوالين بعضيها. طيب يعني نجرب نشوف الدنيا كده بترسي على ايه. المهم قولوا لايكات كده، ولعونا الحكايه يا جدعان، ولعونا الحكايه كده. والله يا جدعان ما بعمل حاجه في اللعبه غير لما بصورها لكم والله، يعني بيت اللي هو ما بستمتعش باللعبه غير عشان خاطر انتوا تشوفوها معايا. يعني انا بستمتع باللعبه من وجهه نظركم، انما لو كده كنت سبتها اصلا. فماشي استحوذ على المكافاه. وانا كده مش كملت كوره؟ كملت كوره. تصدقوا لما تكمل كوره تاخد مستوى، يعني انا فهمت دلوقتي، فهمت الدماغ بعد كده راح فتح لي المستوى التاني. فهمت فهمت. لا انا احنا جامدين برضو، احنا جامدين في الاستيعاب، الاستيعاب بتاعنا ذكي فشخ. وهنلعب مباراة ما تقلقوش ان شاء الله، يعني في الفيديو ده لا تقلقوا ان شاء الله مهما طول. لا تصدق مفيش كورة، فتقريبا احنا عايزين نجيب الاربع حاجات تقريبا مش موجودة هنا. فنجرب هنا، طيب نجرب في نفس المكان. لا ما انا مش عايز اصرف كتير، انا عايز اوصل للمستوى بتاع ماسكرانو وخلاص على كده. اهي اكتشفناها والله، اكتشفناها في الروجان منه والله. كده هيدخلني على الواد لاكازيت. انا لو وصلت للباشا خلاص انا فل والله، انا تمام، انا مش عايز اكتر من ماسكران والله يعني فاهم. كتر خيركم، ولا الحزمه دي ليها لازمه ولا هتجيب لي لعيبه ولا اي حاجه. مش عارف ممكن نعمل مقايضات كمان الفيديو ده، يعني خلونا كده نشوف الفيديو هيمشي على ازاي. يعني خليكم معايا كده بنتفرج وبنستمتع، نشوف الدنيا كده ترس على ايه. استر يا رب، يا رب يكون التسجيل بيسجل كويس مش طالب عطل. نستحوذ على الكوره، نستحوذ على الكرة كده. ايه وصلنا للمستوى التاني، هيدينا لاكازيت في الجمدان منه والله، في الجمدان منه. عايزين ناخد سكرين، بس ناخد سكرين كده في الحلويات. احلى تفتيحة باكجاية والله، احلى تفتيحة باكجاية هي بتاعت التوتي. التوتي كانت تفتيحة الباكجات بتاعته جامدة فشخ. طيب ناخد سكرين بقى كده للمستوى التالت، وبالهدايا بالهدايا تكون حلوة. خلاص احنا يا ربي يعني، تعالوا نعمل كده نشوف برضه هل الحتة دي هتجيب الكورة ولا كلهم هناك ولا ايه. انا عايز اعمل بذكاء، عايز اعمل بذكاء. طيب نجرب هنا، هي تقريبا هتكون موجودة في حتة كده يعني مدرعمة. رحلة البحث عن ماسكرانو. تعالى يا عم في النص اهي، بحاول اتزق. اوه ظهرت والله، ظهرت والله. قد ايه احنا جامدين، قد ايه احنا جامدين الله العظيم. عاش كده، خدنا ماسكرانو تقريبا صح؟ صح تقريبا صح؟ ده تقريبا صح، تقريبا صح. يلا والله حلو، حلوة حلوة حلوة. حوار التجديد ده فيفا يعني فاهم، حلو حوار التجديد ده فيفا والله. هات يا عم هات يا عم. كده خدنا ماسكرانو كده خلاص، انا تمام، انا مش عايز حاجة. بس معايا لسه نقط، معايا لسه نقط. ممكن ندور يعني، ممكن توصل لنا حزمة توتس القياسية دي، يعني شكلها كبير. ندور برضو في النص هنا، ما بس يا رب ترسى علينا. لا في النص مفيش، هنجرب على الطرف بقى من فوق، عشان يعني اكيد هو هيتذاكى عليا، كده هو هيتذاكى عليا. او ممكن يكون بيتذاكى عليا من ثلاثة وهو محددها، ولا متفهمش، ولا هي بالحظ. ماشي تحت، نجرب تحت.
يلا يا عم اظهر لي حاجة يا عم، وانجزونا يا عم انجزونا. مفيش برضه، مفيش برضه. طب نجرب هنا، شكل الفيديو ده مطول يا جدعان حبة، معلش شكله مطول بس انا مستمتع، يعني انا مستمتع بهذا الهطل. ايوه ظهرت، ودي كده جبنا المكافأة الرابعة. يا رب نجيب الخمسة بقى عشان فيها باكج حلو ورايق يعني فاهم. ادعي معايا ان انا اجي لحد حلو وانت بتتفرج كده ويعني فاهم، تشرب قهوة. عامل ايه في الامتحانات يا اسطى؟ انت بتتفرج عليا يا اسطى هتلاقيني انا في الامتحان والفيديو بينزل. انت متخيل ان انا ورايا امتحان وساب الكلية ومنفض وبعمل لك فيديو؟ فيعني قدروني قدروني يا جدعان، وزقوا معانا الدنيا في اللايكات كده، زقوا معانا الدنيا في اللايكات. ومعلش يا جدعان الفترة دي زي ما قلنا كده ما بنعرفش نفتح لايف لان 10 دقايق والموبايل بتلاقيه جاله رعاش رعاش كده فاهم، متوتر كده والدنيا بتاعته خربانة. هات يا عم البتاع اللي ملوش لازمة ده، هات الشعار اللي ملوش لازمة ده، شعار ان لعبت في الدوري الالماني الدوري الفرنسي. دوري ايه؟ دوري إيه؟ انا بتلخبط. ما ايوه الدوري الفرنسي. يلا يا رب يجي لنا الباكج ده بسهوله، بس شكل الباكج ده هيصعب علينا الدنيا، شكل الباكج ده هيصعب علينا الدنيا. مفيش مفيش عامة المستوى السادس ده احنا مش هلزمنا في حاجة، مش هلزمنا في حاجة اساسا. الحمد لله ان انا خدت ماسكرانو، يعني افتكرت ان ماسكرانو ده صعب ندور عليه والله، افتكرت كده يعني. بس ماشي بصوا شايفين انا بفرغها بحيث ان هي اكيد لازم تظهر في حاجه من الحاجات. اه وظهرت، دايما بتظهر من التالت مش عارف ليه. هل انا ذكي ولا ده ذكاء من اللعبه ان هي كده كده خلت كلنا نظهر من التلاته ايا حطينا من ايه؟ يعني فاهمين انا بتكلم في ايه ولا انتوا مش فاهمين ولا ايه؟ ولا ايه اللعبه مخليها حظ المره دي وانا حظي كويس ان انا وصلت بالنقاط اللي معايا دي، ان انا خلاص اخدت من الجمدان ده، الجمدان ده. تقولوا لي يطلع لكم مين يا جدعان؟ اهو هيطلع لنا الباكج، الباكج الحزمه القياسيه ان شاء الله دي فيها لعب توتس مضمون باذن الله، يعني يا رب تكون حاجه جامده فشخ. بص الجمدان بقى ايه ده، ايه ده يا جدعان؟ هي دي اللي انا بلعب عليها والله العظيم، حرام اقسم بالله ده انا صدق. ايه الخرا ده، ايه الخرا ده، ايه الخرا ده؟ مش هلعب تاني خلاص، مش هلعب تاني. تعال نخش في الايقونات، نخش في الايقونات. الايقونات خلاص يعتبر قربت اخلص. يلا يا عم هات الاسم، هات الاسم. 125 ماشي، اداني لاعب. طب هو فين الاسم ما ظهرش؟ اه ده ماشي ما علينا ماشي. طب هات اي حاجة. طيب هات دي، هات المنتخب، فاضل لنا الاسم هي اكتر حاجة. بعد كده نستلم اللاعب، احنا معانا 60. بعد كده هنستلم اللاعب اللي هو ملوش لازمة يا جدعان، محدش يقول لي اعمل اللي في النص ده. انا كده كده حتى لو عملت اللاعب اللي في النص اللي هو السي ام اللي انتوا قلتولي عليه ده، انا برضو مش فارق لي يعني قوي. تمام قشطة. عامة يعني احنا طولنا قوي في الفيديو ده بس تمام، في الروقان منه، في الروقان منه. تعالوا نعمل ايه، كان في برضو تحديث الابطال. معلش انا بخلص كل المهام في يعني، يلا بينا. في انا مش عارف ده اعمل فيه ايه بصراحة، ومش عارف هل هوصل لدودك ولا شنايجر ازاي، بس يلا يلا. مثلا انا يعتبر في الفيديو ده تختيم مهامي والله العظيم. طب اضربها لي صح، ايوه اضربها لي صح، اضربها لي صح. ليه كده، ليه كده؟ المفروض ان انا بسترد مع كل حاجة حاجة صح. ايوه ادي ادي، وصلنا ل 28 يعني احنا خدنا معانا دودك، خدنا معانا ماشي. احنا كده يعتبر نسترد كل الحاجات دي في باكج، باكج افتح لي وريني الباكج ده، باكج زخرة عشان كده انا اوه ديناروما كويس كويس. وري دودك. طب دلوقتي التقدم واحد، يعني انا المفروض اوصل ل 250 نقطة. مش عارف هل 250 نقطة في البتاع اللي بتترمي، ولا 250 نقطة في الحاجات اللي معايا انا تقريبا اللي بتترمي. طب ايه انا دلوقتي اعمل ايه يوميا؟ طب انا اعمل ايه دلوقتي يا عمي، اعمل ايه؟ اوعى تقولي ان انا كان المفروض اسدد يوميا كل يوم شويه. اوعى يلا، اوعى يلا، ما كنتش بسدد يلا، انا بجمع. اكتبوا لي تحت في الكومنتات اعمل ايه، لان انا حرفيا عجزت. طب ايه، طيب يا ولادي اعمل ايه يا ولادي؟ ما انا معايا 260 ام سهل تقريبا لازم بكره. طب افرض لغوا الحدث بكره، طيب افرض لغوا الحدث بكره. دي لعيبه للتطوير يا جدعان، عشان بس انا عارف ان انتوا عندكم شغف تقولوا طب ايه اللي موجود في السوق عند هادي. لا دي لعيبه للتطوير، انا بشتري لعيبه للتطوير من دلوقتي عشان لما ينزل الالتيميت يبقى معانا لعيبه جاهزه، ان احنا لما ناخد نطور على طول ما افضلش اقرف يعني فاهم. كده كده انا معايا لعيبه داخلين ضد اسلام، معلش الفيديو طول يا جدعان، داخلين ضد اسلام اوفر 100 بس شكله لعيب. بص كنت اقول لكم ايه، انا بعمل لعيبه للتطوير، وغير كده انا معايا مودريتش
ومعايا الواد رافائيل ياو، للاسف سعرهم نزل قوي لدرجه ان التطويرات اللي فيهم بقت بسعرهم، فانا مش هبيعهم، انا هاخدهم زي ما هم كده، هحطهم في لعيبه. اسلام معاه لعيبه خارقه وشكله هيزعلنا يعني، فاهم؟ اسلام انا بقالي كتير ما يعني، بص بقى الدنيا حاطه عليا، ولما بلعب لايفات ببقى لعيب، لما ببعد عن اللعبه الدنيا بتبقى بايظه. بالله عليك يا سولوم، على الهادي يا عم سولوم، متفشخنيش، وانت لعيبتك متطورة والدنيا بتاعتك جاهزة، راجل معاك فييرا. مش عارف انا شفت مين ايكون نازل، مش فاكر والله بصراحة. طب ايه؟ طيب لا يا سولوم، يا سولوم، ايوه ايه الفاندر، ايه الفاندر موجود ينقذ البابا. يلا بينا يلا بينا، طير طير، يلا بينا. صلاح والدموع، ماشي، والدموع فعلا، هو والدموع فعلا يعني، مش ترول. انا ما طلعتش فرومبونج والله العظيم يا فرومبونج، انا ما خليتك تعمل الحركه الحلوه دي، بس عاش يا ديابيتت، يا عاش يا ديابيتت، ودي يابا. ادعوا لي يا جدعان، اللي بيتفرج على الفيديو ده اكيد انا بمتحن، عشان امتحان 12 ونص، وهنزل الفيديو ده واحده باذن الله، انا لو ما حصلش مشاكل يعني والنت فاصل ولا حاجه. خلص يا صلاح والدموع، والله العظيم يا اليسون حرام يا جدعان، والله العظيم. لا 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 يا علي السول، يا عم بكر، ايه الدنيا يا عم بكر، يا عم بكر، مع الواد معاه سيدورف وفييرا في نص الملعب، يخرب بيتك يا الهالاند. ايه يا عم هالاند، كيرفستخيليا، ايوه هيدي للواد اللي هناك هيخلص. ايوه الجيرمالدو، ده جمدان الازهر يا جدعان، جمدان الازهر يا جدعان، احلى ظهير لعبت بيه السيزون ده كان ما تفتكرش ان انا اقول جيرمالدو، لا زامبروت يعني، انا بحب زامبروت فشخ، يخرب بيت الرفعه والله، كان اسيست حلو، كان اسيست حلو يعني غير مقصود، لان انا اصلا ما بلعبش اللعبه ده، بس يعني هو ايه الموبايل بتاعي عمل الحركه دي، الاسيست ده لوحده يعني، ما تفتكرش ان انا اللي عامل الاسيست، فانا مش هضحك عليك. انا إيه؟ طب ايه؟ طيب ايه؟ طب ايه؟ طيب وايه البساطه اللي تخض دي يا عم اسلام؟ بالراحه قلنا، بالراحه يا عم اسلام، بالراحه يا عم، عاش يا عم اسلام، عاش يا عم اسلام، عاش اسلام اخويا، والله العظيم ماتش جامد يا سولو، يا رب بس كمل معانا بس، عاش. البتت الفرمبونق، الفرمبونق، معلش الفيديوهات الفترة دي يعني معلش هتكون مش متمنتجة زي ما احنا متعودين اصلا، فبشكل عام معلش، فترة الامتحانات وفترة السخونية اللي فيها الدنيا دي انا مش عارف امنتج، لان انا اساسا لو منتجت خلاص يبقى اعتبر مش هنزل اصلا، فمساعتها هغيب عن القناة مثلا قول اسبوعين ثلاثة بجد، على ما الجو يتحسن والدنيا تظبط. طب انا لاعب حلو، انا لاعب حلو والله، اللعيبة هي اللي بتضربني. البيتيت، خلي بالك خلي بالك، عاش يا، يخرب بيتك، معلش يا عم سولوم، والله انا عارف ان انت المفروض تاخد فيها فاول، معلش يعني، بس يعني معلش، اهي اهي، شفت شفت جمدان السرو، شفت شفت جمدان السرو يا اختي، يا سولوم يا سولوم، بتخش بثلاث لعيبه ليه يا سولوم؟ انا غلبان والله يا سولوم، يلا ممكن تيجي؟ لا كان نفسي تسلك يا اسلام وتيجي والله بصراحه، ما تقوليش ان دي فاق، يا لهوة على الخرا. طب يلا يا جيرمالدو، قفل الجبهة دي، قفل الجبهة دي يا حبيب اخوك، بتت ما تسيبش مكانك يا بتت، عاش يا الخوليت، يلا ممكن نعمل هيل تو هيل ونجري يعني، احنا عملنا هيل تو هيل بس ما جريناش للاسف، واد معاه كولر تقريبا متطور كولر، والله العظيم بتت بتت عم المجال يا جدعان، انا مش عارف مش عارف ازاي بجد ممكن اغير بتت اللي معايا ده في يوم. اه صح بتت سعره التاني يعني، اسف للاسف اسعار الاسعار بتت بتت وكان اسمه ايه مودريتش ورافائيل لياو، للاسف اسعارهم بقت نفس اسعار التطويرات بتاعتهم، فاهمين يعني؟ انا لو طورت لاعب 30 رانك هيبقى بكام؟ هيبقى ب 40 مليون، ب 40 مليون، 45 مليون، سعره ب 30. عاش يا سولوم، بشكل اسلام عرفني، عاش يا سولوم في الطرش منه اسلام، والله مباراه حلوه، سعره بقى 30، تعالى اوريكم، تعالى اوريكم، تعالى اوريكم اللي انا بحكي فيه عشان تفهموا اكتر
يعني الرنكات اللي في اللعيبه اللي معايا بقت بنفس سعرها، فانا ابيعه ليه؟ فللاسف هنطور بيه والله، وممكن اصلا نستخدمه كتبديلات، بس برضو انا بشتري لاعب للتطوير اهو. بصوا يا جدعان، بص شايف مودريتش بسعره 41 مليون، ال 41 مليون دول بثمن التطويرات اللي فيه 30 رانك، فانا مودريتش ده هاخده هحطه في لاعب جديد اصفر اصفر نفس النظام ده للاسف، ده مثلا ب 50 مليون، لو بيه ب 50 مليون ماشي ممكن نبيعه فيه مكسب، فيه مكسب 10 مليون وكده كده، ده 25 رانك مش 30 رانك، انما ال 30 رانك ده هو اللي فيه خطر. طيب ده بقى ايه سعره، سعر الرانكات اللي فيه اغلى منه اصلا، فاهمين انا بتكلم في ايه؟ عشان بس لما يجي الالتيميت تفتكروا الفيديو ده والناس اللي اتفرج لحد نهايه تعرف. طيب صلاح كان سعره 200 مليون، نزل 20 مليون بس بيرفع تاني. بس بشكل عام يا جدعان عايزكم تبصوا كده على حاجه عشان الناس تبقى ذكيه مش غبيه، صلاح هو من اقوى الازهره حرفيا، يعني صلاح لو بصيت عليه هو اسرع من كل اللي فوقيه دول، هو اسرع من كل فيه، هو الوحيد اللي اسرع منه ديمبلي والواد ميلان، كده كده ميلان ده ما يتلعبش بيه، مش شايف ان الكارت تلعب بيه بصراحه الا لو كان اصفر، وديمبلي نفس النظام لازم تشتريه اصفر. بص ديمبلي اصفر بكام؟ ب 270 مليون. طب ليه يعني؟ ليه يعني؟ بص صلاح لو تشتري اصفر برضه ب 270 مليون، هات صلاح بصراحه، يعني انا رايي كده لو تختار بين ديمبلي وصلاح هات صلاح. في ناس هتتناقش معايا في الكومنتات، بس يعني احنا جربنا الموضوع، هبقى اجرب لكم ديمبلي في فيديو لوحده باكونت كيرة تمام، وهفهمكم وجهة نظري وقد ايه ديمبلي ده اساسا البدن بتاعه ضعيف، وكل ما حد يعمل له كده الكرة تطير. هو لما يبقى 30 رانك واصفر اه البدن بتاعه يشد شوية، بس مش زي صلاح. صلاح يوم ما تخليه 30 رانك البدن بتاعه تحس ان هو مدافع تقيل اوي، مهاجم تقيل اوي، مهاجم جامد، في نفس الوقت هيديك الخفة اللي انت عايزها، وفي نفس الوقت سريع مش بطيء. مش معنى ديمبلي سريع ان صلاح بطيء. تمام، نقفل على كده ونتقابل تاني بعدين. سلام عليكم.